تحسنت جبهتنا وجبهات النظام صارت يعني بالهاوية، تجي تقولوا لنا هدنة؟ نحن عم نحكي عن هدنة، إذا بتحسن صور صوت الطيران، مو على أساس يعني اليوم يوقف الهدنة، طيران الساعة 12 بالليل بدها توقف، لا اليوم بدي يوقف على أساس الصبح يعني الجمعة، والطيران هلا طالع وعم بخصف. مستحيل، النظام ما له عهد، ما له صدق، ما له ميثاقية، أمر مستحيل جدا. هاي الطيران فوقنا لسا ما يزبط. هاي الهدنة كلها سلبيات. إيه ليش ما سويتوا الهدنة وقت اللي قمتوا مثلا حرقتوا الريف الشمالي، ليش ما سويتوا الهدنة؟ هلا سويتوا الهدنة؟ هي يعني شغلة فاضية من الأخير، يعني ما بتقدم ولا بتأخر. أنا يعني كما أراه يعني هدفه إنه تقسيم سوريا، يعني لا أكثر ولا أقل. الهدنة فاشلة أول شغلة، الهدنة فاشلة، يعني ما خرج طبع على الأرض نهائيا، ولا راح يقبل في الهدنة أبدا، ولا أي فصيع على الأرض. لا صعب صعب صعب، وتم الشهداء وين بده يروح؟ مش بعنا كذب، مش بعنا دجل، ما جابنا غير النفاق تبعهم هذا والكذب هذا كله كلام فاضي. هذا خطأ كبير، نظام يتهاوى، يجب العكس، تقويض قوانا العسكرية والاتجاه متجه باتجاه النظام، يعني يوقف اطلاق النار في مكان ويتم في مكان، انا برأيي غير مناسب. ما اظن اني وضع الطيران طلع في الجو، الطيران يعني ناس الخصف في حلب شيء يعني ما بنعد، يعني بالنهار تقريبا شيء 50 غارة جوية. النظام رح يخرق الهدنة، في حول النظام دشم ومكن حوله، فورا رح يخرق الهدنة ورح يرجع يتقدم علينا. هي تضرب النصرة، النصرة مين؟ اخوتنا، كلهم اخوتنا، ابن عمنا، ابن خوانا، وبدهم بالاخير يسووا هالهدنة على حسابنا، نحن على حساب الشعب. مستحيل تماما ابدا، ولا اي فصيل يطبع على ارض الواقع ابدا نهائيا. بعد كل التجارب وكل العمليات اللي عملوها، كم جنيف وكم اجتماع، كل هذا كذب ودجل، ما يطلعوا فيه اخر شيء الا بحل، وما يصير غير احنا ناخذ فتوحات، ان كان بحلب ولا ان كان بادلب ولا ان كان بجبل الزاويه ولا ان كان بكل انحاء سوريا. الهدنة ما بتفيد غير النظام الروسي، لانه تعبوا كثير عنا في سوريا، والجبهات حاليا لصالحنا ما لصالح النظام.